مشروع مدينة عبارة عن لعبة تقليدية قديمة لابسة الثوب الفلسطيني أو الأردني من عدة مناطق، وهدف المشروع إنه هو الحفاظ على التراث. رول الألعاب فرحة كثير كبيرة بالنسبة لي، عشان هذا المشروع يعني حسيت إنه يعني صرنا 4 سنين تقريبا نشتغل عليه، فهي كانت فكرة ووصلت لفوق 20 توب، فهذا بالنسبة لي فخر كثير كبير، وخصوصا لما أشوف ناس بتصورهم ببيوتهم بعثوا لي الصور، وقديش فرحة بالنسبة لي إنه يكون إشي بربط الناس.